ثمانية. تذكروا هذه البداية، شيء من التغيير سيكتبه سيناريو اللقاء على ميزان الرقمين على أرض الكويت، على استاد الكويت. بعد 27 عاما تجدد الموعد بين العراق والبحرين تحت مظلة دورات الخليج. زين جمهور البحرين والعراق باجتهادات المخرج، زينوا سوية أجمل صورة، بينما ظل مدربا المنتخبين شامخين بقامتهما، والتوجيهات كانت جلية أنها وصلت متأخرة بعض الشيء إلى داخل المستطيل. البحرين اجتهد مستفيدا من فقدان لاعب العراق الكرة بلا عناء، فكان أول مشروع تهديد بتسديدة خجولة لكميل الأسود. ظل اللقاء صدى لقاء، ولو أن الأحمر بدا مصمما على أن يفتتح في اللقاء يفتتح التسجيل، وهو سيفعل كما سنتابع لاحقا بالتقرير. علي فايز حرم البحرين من الاقتراب من الشباك عندما أغلق المنافذ على تسديدة سيد ضياء سعيد الذي تميز بامتياز. ظل الأحمر في الأول على المرمى هو علامة الخطر، وعلي مدن وصل حتى داخل الصندوق وتوفرت له فرصة التسديد ففعل، فكانت الحسرة على الإضاعة ترجمتها وضع اليدين على الرأس تعبيرا عن الملامة. 43 دقيقة احتاجها العراقيون ليوقظوا حارس البحرين سيد شبر علوي، إن صح التعبير، مهند علي في أول مباراة دولية له سيبلي حسنا في المستقبل، هكذا تمنى العراقيون. آخر مرة تعادل المنتخبان خليجيا بلا أهداف كان باسم قاسم مدرب العراق الحالي هو قائد منتخب العراق، حدث في العام 86 في البحرين، ومن الواضح أنه لم يكن راضيا عن الأداء. الحارس جلال حسن منع أن يتكدر مزاج المدرب وكل العراقيين عندما حرم هجوم البحرين بقيادة مهدي عبد الجبار من هدف مؤكد بلمسة واجتهاد. جمال راشد كان بوسعه أن يحدث بين العراق والبحرين الفارق، لكن حسن وقف لكرته إجلالا، فما صدق أهل البحرين ومدرب منتخب بلادهم أن الكرة لم تنتهي داخل الشباك العراقية. جمالك جمال يا جمال. الرشيد هو الذي يترك في نفوس محبيه البهجة، وربما لهذا اختار له الوالدان اسم جمال، فهو الذي في النهاية كان بلمسته كان بيضة القبان لحظة سجل هدف المباراة الوحيد. هكذا حسبنا، فنحن دائما نتسرع في التشاؤم كلما تأخر العراقيون. ما أراد مهند عبد الرحيم أن يكون البديل بلا تأثير، فحضر رأسه قبل نهاية اللقاء وأنقذ المدرب من إحراج كبير. بدأنا التقرير برقمين 25-8، فزاد كل رقم واحدا بعدما عادل العراق إثر تقدم البحرين عندما سجلت 9 أهدافها في مرمى كل منتخبات العراق في كل تاريخ دورات الخليج. حيدر الوتار، صدى الملاعب.